جدد وزير الخارجية سامح شكري التأكيد على تضامن مصر مع الشعب السوداني ومواصلة دعمه وتمكينه. وخلال إلقاء كلمة مصر أمام الاجتماع الوزاري لدعم الاستجابة الإنسانية في السودان بمقر البعثة المصرية للأمم المتحدة بنيويورك، دعا شكري إلى ضرورة تضافر الجهود من أجل مواجهة أثار الأزمة في السودان. لا ينبغي أن تتحمل دول الجوار وحدها وطأة تلك الأزمة، فاستنفاذ موارد تلك الدول ومفاقمة الأعباء والضغوط التي يتعرض لها قطاع الخدمات العامة بها من شأنه أن يزيد من هشاشة المجتمعات المضيفة بها ويخلق تنافسا على الموارد وفرص كسب العيش على نحو قد يهدد التعايش السلمي ويدفع إلى حركات الهجرة غير الشرعية. ولذا يظل التقاسم المنصف للأعباء والمسؤوليات الحل الأوحد لتخفيف الأعباء الواقعة على كاهل تلك الدول وللتعامل مع أزمة النازحين بشكل فعال ومستدام، لا سيما في ظل غياب آفاق واضحة للحل.